طبعا محمد جنبك بيبقى عامل جنبك الاستاذ مين بقى؟ الكابتن ياسر، ياسر رملي كابتن ياسر، كابتن ياسر الرملي. اه كابتن ياسر الرملي موجود اهو. ادهوني. طيب اوكي اتفضل معاك اهو كابتن ياسر، كابتن علي. مساء الخير، مبروك يا ابو كباتن، ويعني بدايه موفقه باذن الله، ومجهود واضح في بناء فريق جديد تحت مسؤوليتك العامه على الفريق. انا عايز بس اسالك سؤال يعني محدد. احنا مسموح لنا بالتدعيم قبل هذه المباراه ولا هتتلعب بالقوائم بتاعه كل فريق؟ لا، مسموح من قواعد المشاركه سواء في بطوله افريقيا او بطوله السوبر ان كل فريق ممكن يجيب محترف سواء من الدوري اللي هو بيلعب فيه من نادي محلي يعني، او يجيب لاعب محترف من بلد خارجي، مفيش مشكله، ممكن يحصل تدعيم يعني. انا ليه بسالك السؤال ده؟ لان ربما احتياجنا دلوقتي لهذا الدعم بعد اصابه محسن رمضان، احنا محتاجين ان احنا نسد هذا والله يعني الموضوع ده هنبتدي نبص عليه فعلا. يعني انت هتجيب واحد من الدوري المحلي يا تجيبه من بره؟ او واحد من هنا وواحد من هنا، ممكن يحق لك اتنين يعني. يحق لك اتنين. طيب شوف بقى الاستاذ ابراهيم عايز يقول لك ايه. يعني اولاد النادي الاهلي، والنادي الاهلي غني باولاده. النهارده اللي لعب مكان محسن ولد عنده 18 سنه، بسم الله ما شاء الله، مواليد 2003، ما خافش، تم اشتراكه في البطوله الفتره اللي فاتت في بعض اللي هو مهاب. مهاب ما شاء الله، ادى اداء عالي وتحمل المسؤوليه. وانت عارف حضرتك روح النادي الاهلي وعزيمه رجاله النادي الاهلي ما بتبانش غير وقت الشده، وقت الشده بتعرف. فالحمد لله كنا واثقين ان الولاد يعني هيعوضوا النقص اللي اثره محسن. محسن طبعا انت عارف حضرتك لعيب تقيل ولعيب دولي في مركزه، من العماد من منتخب مصر. انما الروح اللي موجوده وعزيمه الاولاد الحمد لله، كان عندنا اصرار ان احنا لازم نرجع بالبطوله، والحمد لله البطوله رجعت تاني للنادي الاهلي. ربنا كبير، وان شاء الله الموسم ده بنوعد جماهيرنا ببطولات تانيه باذن الله. باذن الله. كابتن ياسر، قول لي المباراه النهائيه النهارده مع وداد سماره، كنا احنا بنلعب مع فريق مغربي الفاينل في ملعبه، شكل المباراه مش ازاي؟ يعني عايز اقول لحضرتك هو الفريق المغرب مستعد استعداد جيد. عايز اقول لحضرتك يعني تقريبا هو كان جايب اتنين لعيبه من الانديه الاخرى في نفس الوقت. اللي بيصرف على الفرقه خلال البطوله مدرب منتخب المغرب اللي كان مشارك في كاس العالم اللي فات، فهم كانوا يعني عارفين البطوله على ارضهم، كانوا بيلعبوا بقوه، متجمعين، متدربين كويس. يعني تقريبا هو اقول لحضرتك منتخب المغرب باستثناء حارس المرمى والاثنين لعيبه تانيين محترفين كانوا في بعض الانديه الاوروبيه. الحمد لله ان احنا قدرنا وخدنا البطوله من هنا في المغرب، فانجاز كبير للنادي وللجيل، وربنا ان شاء الله يتمنى على خير السنه دي وتبقى موسم بطولات للنادي الاهلي باذن الله.